باسمك الاحلام وباسم كافه الناظرين واستخدام جهدك الاحلام تعطي الكلمه للاخ الناظر فؤاد القادري مسهم جهدك الاحلام لتفضل مشكورا. باسم الجميع وباسم جهدك الاحلام الصامده ارحب بالاخ الامين العام الذي شرفنا اليوم بالزياره تقديرا من اخوته الكريمه لهذه الجهه ولمكانتها الحزبيه وللادوار التي لعبتها في مختلف المحطات النضاليه الحزبيه والنقابيه على حد سواء. اذا مرحبا بالاخ الامين العام. لقد كان من ابرز هذه المحطات النضاليه محطه فاتح مال التي انصهرت فيها كل مكونات حزب الاستقلال في قلب ملحمه اذهلت الاصدقاء والخصوم معا. هذه الملحمه التي اثبتت للعالم انه لا فرقه في حزب الاستقلال ولا فرقه في نقابه الاتحاد العام ولا حدود ماديه بين النقابه والحزب، بل نحن كتله واحده، اهدافنا واحده، زعامتنا واحده، طريقنا واحد. الاخر امين العام امامنا ونحن من خلفه نسير تحقيقا للاهداف العليا للبلاد وللحزب تحت ظلال المؤسسة الملكية جامعة وحاضنة لكل المغاربة. حتى لا أطيل أخ الأمين العام، لقد عودتنا على كلماتك السلسة العدل المستصابة المألوفة التي ليس فيها من الغلظة والغلظة والجفاء ما يدفع الذوق العصري للهروب منها. عودتنا على خطاب واقعي صريح فصيح أعلاه مثمر وأسفله مغدر. عودتنا على مواقف شجاعة ثابتة وصلبة في وجه مشروع أو في وجه مشاريع لا روح فيها ولا شخصية، مشاريع ظاهرها الرحمة وباطنها العداوة، مشاريع تتجاذبها أو يتجاذبها الراعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي المقلق والمخيف وتتجاذبها التحديات مستقبلية التي لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لقد رفع الأخ الأمين العام سقف التحديات التنظيمية والإصلاحية، وما علينا اليوم كاستقلاليات وكاستقلاليين إلا أن نكون في مستوى تطلع الأخ الأمين العام وفي مستوى هذه التحديات علينا أن نواكب إيقاع الأخ الأمين العام من خلال تهيئة جدية شاملة لاستنهاض الهمم وشحن العزائم والانخراط في مسيرة نضالية عنوانها الكرامة. سأكتفي بهذا القدر والكلمة للأخ الأمين العام أستاذ أمين شباب وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. الأخوات والإخوة، أولا سأبدأ بقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الإخوة نحضر اليوم ونحن سعداء كقيادة جديدة لحزب الاستقلال، سعداء لأننا أولا بين أخوات وإخوان لنا نحبهم في هذه الجهة الناضلة المكافحة والتي ناضل آباؤنا وأجدادنا من أجل استقلال هذا الوطن، ولا زلتم أنتم جميعا تناضلون من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية. سعداء لأن إخواننا في البرلمان بغرفته وإخواننا وأخواتنا رؤساء الجماعات ومنتخبي حزب الاستقلال في هذه الجهة يقومون بأدوار طلائع على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي من أجل الرقي بهذه الجهة لأنها تستحق منا جميعا كل خير نظرا لتاريخها المجيد ولحاضرها ولمستقبلها إن شاء الله الذي أتمنى من قلبي أن يكون مستقبلا زاهرا ومن خلال هذه الجهة للشعب المغربي. اختارت قيادة حزب الاستقلال بعد المؤتمر السادس عشر
والذي انتخبت فيه القيادة الجديدة يوم 23 شتنبر 2012. هذا المؤتمر الذي كان مؤتمر تميز، هذا المؤتمر والذي أعاد السياسة إلى الواجهة، هذا المؤتمر الذي أعطى قيادة جديدة تمثل كل شرائح المجتمع المغربي وتمثل كل جهات المملكة، قيادة جديدة كان لها الفضل عبر مناضل ومناضلات حزب الاستقلال ومن خلاله الشعب المغربي أن أتت بمفهوم جديد للسياسة. هذه القيادة اليوم فضلت أن تكون اللقاءات المباشرة انطلاقا من سياسة القرب ونضال القرب، لأن نضال القرب هو الذي أوصل هذه النخبة الطيبة من بنات ورجال هذا الوطن إلى قيادتكم قيادة حزب الاستقلال. ونحن نعتقد أن حزب الاستقلال هو ضمير هذه الأمة وهو صمام الأمن لهذا البلد العزيز علينا جميعا. هذا اللقاء يدخل ضمن هذا البرنامج، هذا البرنامج الذي سيشمل كل الأقاليم وكل الجهات بما في ذلك أقاليمنا الجنوبية التي ستكون انطلاقة اللقاءات بها إن شاء الله من 18 في هذا الشهر إلى يوم 23 يوليو. موضوعنا هو موضوع واحد، هو الحالة الراهنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الوضع الراهن بعدما كان لجلالة الملك الفضل عبر خطاب 9 مارس 2011 الفضل الكبير في وضع بلدنا ضمن خانة متميزة عن باقي الدول العربية، مما جعل المغرب نموذجا فيما يخص الربيع العربي، بل هو خريف عربي امتياز، لأننا نرى الاقتتال بين الإخوة بين الأشقاء بين المسلمين في هذه الدول العربية، والتي نتمنى من هذا اللقاء المبارك الجماهيري لكل إخواننا في الدول العربية أن يوحدوا صفوفهم وأن يجتمعوا حول كلمة واحدة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. قوتنا في هذا الوطن في تنوعنا الثقافي، قوتنا في هذا الوطن في تعددنا السياسي والنقابي، قوتنا في هذا الوطن في ذكاء شعبه. والعالم يعترف بأن المغاربة من أذكى الشعوب في العالم، ومن هنا أتى كذلك هذا التميز المغربي. إذا المغرب بعد أسطول فاتح يوليوز 2011، من بعد استحقاقات 29 نوفمبر 2011، اليوم المغرب عنده حكومة مؤلفة من أحزاب بعد هذه الاستحقاقات، والتي كان الإجماع حولها على أنها كانت ديمقراطية وتمتاز عن غيرها لأنها أتت في ظروف استثنائية. هذه الانتخابات أعطت حزبا كان في المعارضة على رأس الأحزاب السياسية هذه الحكومة اليوم نشارك فيها، وقد قررنا داخل حزب الاستقلال بقناعة أن نشارك في هذه الحكومة التي تم تأييدها يوم 3 يناير 2012. إذا سنة ونصف مرت على تشكيل هذه الحكومة، لكن حزب الاستقلال لما شارك في هذه الحكومة شارك بشروط يعرفها الاستقلاليون والاستقلاليات، وعلى رأسها وأولها هو الحفاظ على مكتسبات الشعب المغربي والتي تحققت في ظل حكومة التي كان يترأسها حزب الاستقلال والحكومات التي سبقت. كذلك شاركنا في هذه الحكومة لأن برنامجنا وبرنامج إخواتنا في حزب العدالة والتنمية كان متشابهان مع فرق ضئيل فيما يخص نسبة النمو ونسبة العجز. إذا لما رأينا على أن البرامج متشابهة وعلى أننا نحمل
كان مرجعية إسلامية، حزب العدالة والتنمية كذلك مرجعية إسلامية. قلنا في البداية مشاركتنا ستكون من أجل أولا الخروج للبلاد من المأزق الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك دخلنا لأننا لدى نفس التوجه ومحاربة الفساد، محاربة الغش، محاربة الرشوة عن طريق برنامج الذي قدمناه للبرلمان المغربي وصادق عليه. إذن نحن شاركنا بقناعة، ولكن بعد مرور الوقت وبعد مرور سنة تبين للشعب المغربي ولقيادة حزب الاستقلال على أن شيئا لم يحدث، لم يحدث أي تغيير بالنسبة للشعب المغربي. هذا الشعب التواق إلى الحرية، التواق إلى الديمقراطية، التواق إلى العدالة الاجتماعية، ولهذا حزبكم قدم مذكرة يوم 3 يناير 2013. هذه المذكرة شرحنا فيها الخطوط العريضة التي كان على كل المغاربة وكل المغربيات كان عليهم أن يتتبعوها عبر وسائل الإعلام، وكان كذلك. إذن البداية كانت أولا الإيجابيات لهذه الحكومة. لا أخفي عليكم أننا لمدة شهر ونصف ونحن نبحث عن إيجابية هذه الحكومة، والله أقسم بالله أننا لم نجد ولن تجدوا معنا أي إيجابية لهذه الحكومة، لأن ليس هناك أي مشروع جديد أتت به هذه الحكومة وعارضناه داخل هذه الحكومة. كل المشاريع هي إتمام المشاريع الحكومة السابقة، وكل الأوراش الصغرى يقودها الملك الآن عبر المؤسسات الحكومية، ولكن هذه الحكومة مع كامل الأسف دائما يقولون ما لا يفعلون، وهذا ليس في الإسلام الصحيح. ولهذا حزب الاستقلال من موقعه داخل الأغلبية الحكومية، وبحكم أن حزب الاستقلال هو حزب النقد الذاتي والبناء، وكذلك لسنا وليس لنا كقيادة وكاستقلاليين واستقلاليات أي خلاف مع حزب العدالة والتنمية. خلافنا داخل المؤسسة الحكومية، خلافنا مع الوزراء الحاليين داخل هذه الحكومة، وليس مع أي حزب من الأحزاب. هذا موقفنا الواضح الآية. حينما نناقش الأخ عبد الإله الكيران، نناقش رئاسة الحكومة، لأن أمن الشعب المغربي كان هو الزيادة في الأجور وليست الزيادة في الأسعار، كان هو توظيف المعطلين وليس ضرب وجرح هؤلاء المعطلين الفقراء الآتون من قبل الأقاليم من مختلف الجهات. وكان لحزب الاستقلال الفخر بأن تبنى قضية الأطر العليا المعطلة، وفي كل اللقاءات وفي المذكرة الأولى والمذكرة الثانية التي رفعناها إلى رئيس الحكومة قلنا بالحرف الواضح، هذا المحضر محضر 20 يوليو 2011، قانوني وشرعي أولا، ومن الناحية الأخلاقية على الحكومة أن تنفذ، لأننا ليست لنا قطيعة مع الدولة ولكنها استمرارية الدولة الآن، ولكنها كامل الأسف. السيد رئيس الحكومة في لقاء أول وثاني كانت إجابته هي الآتية، وباللغة الدارجة قد بالحرف: إلا دخلوا هاد الناس يشتغلوا قد يخرج هو من الحكومة. اليوم الوضع من بعد اليوم الوضع من بعد ما المحكمة الإدارية بمدينة الرباط اليوم صدر الحكم لفائدة هؤلاء المعطلين الأطر العليا ومفردات أكمالنا. إذا هذا الحكم هو أصبح اعتراف بقانونية محضر 20 يوليو 2011. أصدرناه
رئيس الحكومه، بما ان الحكم قد صدر، هذا ليس خلافا بين شخصين وليست دعوه قضائيه عاديه. هذا مجموعه من الامور الشابه المغربيه، وهذه الى جانبهم الحكومه المغربيه يعني الدوله المغربيه. بما ان القضاء اليوم يؤكد على ان المحض القانوني، لماذا استئناف الحكم؟ مع العلم ان المناصب اليوم هي 23000 منصب، 4500 منصب الاطر العليا المعطله، ما عندنا اشكال وما طرح اشكال، مع العلم ان القضاء يجب احترام استقلاليه القضاء. ولهذا من هذا اللقاء ومن هذه المدينه المناضله اقول للاخ عبد الاله الكنان، اقول له يجب ان يعود الى ما قبل ان يكون رئيسا للحكومه، لان المناصب والكراسي مع كامل الاسف تغير الاشخاص. يجب ان نظل في مبادئنا، نحافظ على ثوابتنا وعلى علاقتنا بالشعب، لان الشعب هو الذي صوت علينا. ولكن مع كامل الاسف اليوم رئيس الحكومه بعدما كان يتبجح بانه يملك الحقيقه لوحده، وانه الوحيد الذي يمتلك القدره على اقناع الشعب، رغم انه كان له فضل في الزياده في اسعار المحروقات التي اثرت على كل المواد الغذائيه. اليوم سي عبد الاله الكيران، لما حزب الاستقلال غادي نقولوا علاش قررنا داخل المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من هذه الحكومه، لا بد من نوضحه. اليوم سي عبد الاله الكيران ولا تيقول لي وانا خصني تيقول لي الملك رحال، واش الملك هو اللي جاب كاسي بن كيران؟ الشعب اللي جاب كاسي بن كيران، الشعب كاسي بن كيران. المؤسسه الملكيه اليوم بعد ظروف فتح يوليوز 2011 واللي جات فصل بين السلطات الحقيقيه، المؤسسه الملكيه ديال المغاربه كاملين ماشي ديال الحكومه، والحكومه الى فقدت الشعب بها الثقه الملك لا يعينها. هذا هو الدستور الذي تيزيد سي بالكرام، تيقول هناك الايادي الطوله، وإلا قام الملك رحال عاد يرحل. حنا اليوم تنهضروا كشعب، كاحزاب سياسيه، كتحالف حكومي، نحن نمثل الشعب. والدستور الحالي ديال فاتح يوليو 2011 واللي مازال معروف السي عبد الاله بن كيران يعطي السياده للشعب المغربي، ولا يعطيها لرئيس الحكومه، يعطيها للشعب المغربي، هو صاحب السياده. والله حرم الانسان قبل ان ياتي هذا الدستور، والاسلام هو الذي حرر العبيد، والاسلام هو الذي حرر المراه، والاسلام هو اللي جاب حقوق الانسان. ولهذا يجب ان يعود الى مغربيته ووطنيته، ويجب ان يكون مسلما معتدلا يحب الخير لهذا الشعب المغربي. هذا هو رئيس الحكومه الذي نريده. اذا حزب الاستقلال بعد نقاش طويل من 23 شتنبير حتى يوم 11 مايو 2013 ونحن نناقش ونطلب من السيد رئيس الحكومه كحزب ثاني في الحكومة، ولكن بحكم القانون وبحكم الوضع الحالي، لأن رئيس الحكومة ما جابش القوانين التنظيمية للمصادقة عليه. اليوم المغرب بغرفتين، حزب الاستقلال عنده 116 برلماني، والعدالة والتنمية عنده 110، إذا الحزب الأول هو حزب الاستقلال وليس السي بن كيران. اليوم تيقول صحابو واحد في الاستقلال اخر الانتخابات ديال الجماعات. انا ماشي رئيس الحكومه باش ناخر الاجتماعات، باش ناخر الانتخابات. اليوم خص التنزيل الحقيقي ديال الدستور، المخطط التشريعي تجيبو الحكومه ما تيجيبوش الاحزاب. وللتاريخ في كل لقاءات كانت تتعقد الاغلبيه، وزير الداخليه دائما تيجي في ملف تيقول انا هذا ملف تيحرقني ديال القوانين التنظيميه الجماعات الترابيه،
خص الاغلبيه تناقشوا باش ندير البرلمان باش يصادق عليه، فيه الجهويه الموسعه، فيه منتخب جماعي جديد، فيه المجالس الاقليميه واعطاء اختصاصات للمنتخبين حوار السلطات. ولكن كان دائما وللتاريخ، وهذا علاش تكون مناظره وجها لوجه بين الامين العام لحزب الاستقلال والامين العام لحزب العداله. الشعب يفهم من هم التماسيح ومن هم العفاريت في هذا الوطن. جواب السيد الكيران كان هو الاتي، قال انا واخا ما تصورش مع الحزب ديالي، ولكن انا كرئيس حكومه عندي اولويات اخرى ماشي هي الانتخابات. وانتخابات تبقى حتى 2015 ما عندناش مشكل. هذا كلام رئيس الحكومه. اليوم تيقول صحابو ما خلاونيش، اليوم ما خلاوهاش مسافة معارضه، ما خلاوهاش مسافة رئيس حكومه. علاش تتقلب السيد الكيران؟ هذا هو السؤال عن الاستقلال. اليوم رئيس الحكومه عنده اختصاصات واسعه. اليوم يمكن له يقول ثلاثه اربعه الوزراء ما تبقاوش في الوزاره ديالو، وعنده الحق ديال رد الصوت، عنده الحق ديال الاقاله، وعنده الحق ديال التعديل اللي عمرها ما كانت عند شي رئيس حكومه في السابق. اليوم عنده 1160 منصب سامي اللي هو اللي تيتصرف فيها وهما اللي تيتلعبوا فيها الان. واعي ما نقول، ما كاينش الكفاءه، ما كاينش المقدوره، كاين المحسوبيه والزبونيه والحزبيه الضيقه في الوزاره اليوم. هذا الواقع. وعندنا الاسماء وبالعناوين ديال هاد الناس وانتماءاتهم السياسيه. ولهذا اليوم الشعب دا تلف، رئيس الحكومه خارج فاتح ماي هذا الشعار، حتى هو تيطلب المطالب. رئيس الحكومة تيجي يخطب في الناس فاتح ماي وتيهضر مع العمال وتيقول لهم صافي انا وياكم يكون خير. فين شفنا معاك اخويا هذا الخير؟ هذا هو السؤال. رئيس الحكومة اليوم اي ملف هضرنا فيه الا تقول تنعقلوا. اجا جينا جوج ملفات كبار، جينا التقاعد. التقاعد جاء البرلمان قال بالحرف مجلس المستشارين، قال المشكل اللي في سوق التقاعد هو المغاربه ما بقاوش يموتوا، بقاو تيوليو 83 سنه، يتمنى لنا الراجل الموت. هذا في مجلس المستشارين شكون باش تبقاو تتبعوه، لان مهم جدا. نهار اللي زاد البترول جوج دراهم في دراهم، جاوبته الصحافيه في التلفزيون المغربي، قالت له شنو تدير مع الوزراء والمناصب الساميه وكاينه ازمه؟ جوابه كان هو الاتي، قال لا لا ما قلتيليش نقص 100 درهم اللي زادت الحكومه السابقه الموظفين. يعني ما فهمناش الشعب دا. اصلاح صندوق المقاصد اول ما جلسنا هما الشعارات اصلاح اصلاح صندوق المقاصد باش نفهموا جميعا. واحد الصندوق اللي فيه دعم ديال الدوله للمواد الاساسيه باش نشريوها بواحد الثمن يكون مقاد. من بعد ما كانت الضريبه اللي صبحات على الطبقه الوسطى في هذه الميزانيه وصلات من 1000 درهم حتى ل 5000 درهم، زادت الضريبه. جينا قلنا له شنو هو الاصلاح؟ قال البطاطا كيف تبقى بهذا الثمن؟ بترول ما نزيدوش 2 درهم درهم بحال من الرفض، نزيدو كل شهر 4 دريال 6 دريال 10 دريال، اخر السنه كون وصلنا 2 درهم ونقسموها على التاريخ على الشهور اللي مازالين. وقالوا النقل غادي نشوفو كي نعوضوا له، مستحيل شي طريقه باش تعوض النقل. الناس تتعصبك ان اللي عنده الطوموبيل واللي عنده اولو مسكين شاريها بالكريدي راه لا باس عليه. قلنا له ما يمكنش، حنا بالنسبه لنا الاصلاح ماشي هو الزياده في الاسعار، الاصلاح هو نزيدو ندعمو صندوق المقاصه باش الشعب المغربي اللي يجيبو خوا ما بقى له ما يزيد في الاسعار. قال لك تتعرضوا لي تتعرضوا للاصلاح.
زادوا جابوا لنا فكرة تاع 23,000 منصب ما يوظفوهاش في يناير فبراير مارس ابريل تاع اخر السنة باش يربحوا واحد 6 ريال ولينا داك الشطاره ديال شي بحال تسيروا في مصر حال المواد الغذائية كاس تسيروا حتى حكومة جاء الكاسيدي يعطي الدعم للفقراء وهذا برنامج حزب الاستقلال قلنا له بعد اولا هذا اصلاح ديالنا دعم الفقراء حنا عندنا ها الشروط ديالنا اولا الوليد يقرا الحاضر الاميه خصنا ناكلو ولينا نمو وباك والعائلات تاكلو تشربو تلقى باش تري له الكنانش ثانيا المراه اللي تمشي تولد ما تنزلش خارج المستشفى ويموت الولد بغينا نحافظو على الوليدات ديالنا ثالثا الدعم ما خصوش يكون قل من حد الادنى للاجور ما نضحكوش على الناس 7000 ريال اش غدير ب 7000 ريال على الاقل 2200 درهم اللي هو الحد الادنى للاجور هذا هو الاصلاح الحقيقي اللي بغاه حزب الاستقلال هذا هو الاصلاح الحقيقي جبنا لهم بديل لان قررنا كي غنديروا لهادشي بديل واضح هو في الشعار اللي رفعناه جميعا في الانتخابات الاخيره الحكمة محاربة الريح محاربة الفساد هذو ثلاثة شعارات أساسية أعطتنا عوض الحكومة تتكلم على 27 مليار ديال الدرهم هذا الشيء أعطانا تقريبا 40 مليار ديال الدرهم شنو بوحدة الحكمة في البترول تتعطينا 6 مليار ديال الدرهم وتقول السي بالكيران واش ما قالش انت على هاد الناس حنا ما عارفينهمش هاد البترول بحال تيجيبوه بحال تيبيعوه بعدا الدور ديالك رئيس الحكومة عيطوا لهذا سمير قولوا لا اجي تحاسب معانا ماشي الدور ديال هو الفقراء ونزل عليهم زيت تفقرهم وهذا الخلاف اللي عندنا ما بيننا وما بين اخوان الحكومة حنا العدالة الاجتماعية بالنسبة الينا هي الرفع من مستوى الطبقة الصغيرة الفقيرة لمستوى الطبقة المتوسطة والمتوسطة إلى الطبقة الأعلى لكن الإخوان أكا بالأسف المخططات اليوم لداخل الحكومة هذا الاجتماعية بالنسبة لهم هي الطبقة العليا الطبقة الوسطى الوسطى في القروة وهذا لا يمكن أن نقبله في ضمن الصحبة محاربة الريح جاو خرجوا لنا اللوائح احنا لا عمل مزيان قلت الناس عندها الكراهية مزيان ولا واحد اللي خرجتي لنا كنتو تقولوا لنا مازال عندي تسجيل سي سعد الدين العثماني في برنامج التلفزيون قال ان في المغرب اللي عنده 500 جريمة علاش ما جبتوا لنا هاد 500 جريمة جايبين لنا الهشالة المساكن والارامل ديال المقاومين وديال ذوي الاحتياجات الخاصة جيبوا لنا اللي عنده 500 نديوها له ونوزعوها على المحطات هذه محاربة الفساد محاربة التدريب جاو قالوا المقالب بلوا بالغسول الغسول بعدا ماشي في قلع ماشي في قلع الغسول ماشي في قلع باش تعرفوا كي تيديروا التهريج ثانيا هذا المقالب قبل الوزير ما يخرج اللائحة شهر واحد عطى 100 رخصة 100 رخصة وقعها الوزير الحالي ولكن الشعب مسكين تيقول هذا مقادير هذا ما عادش يجري في البلاد والفساد عطى 100 شهر اللي كانت تتعطى في سنة وخرج اللوائح هذا الشيء عاشور جا من بعده هذا هو الفساد الحقيقي ولا درت الحكومة اليوم الشاحنة الكاميون ديال رملة تزاد فيه 1000 درهم 2000 درهم ولكن الناس اصحاب المقالي ما زاد عليهم والو وما زولوا لهم حتى رخصه وما عندوش الحق يزول لهم شي رخصه لانهم تيكذبوا على الشعب باش يزيدوا علينا في الاثمنه هذا هي هذه الحكومه اذا حنا امام هذا الوضع وعدة قضايا اخرى هضرنا حتى على الحدود ديالنا هضرنا على تيندو في الصحراء الشرقيه سبسة وليبيا جاوبتنا الحكومة الجزائرية والحكومة المغربية ناضح وزير في وسط الحكومة باسم رئيس الحكومة وقال سيدي الأراضي اللي مشات شحال هذه ما نعملوا بها مع العلم أن الجزائر
اللي كاينه في الاقاليم الجنوبيه ديالنا، وهي اللي شاده علينا الحدود ما بين الشعبين، وهي اللي خلقت لنا المصاعب كلها اللي كاينه في هذا البلاد. والمغاربه ما تيموتوا الا على ارضهم وعلى اولادهم، هذو هما المغاربه الحقيقيين. ولا تفاوض فيما يخص الارض، تتجاوبنا الحكومه تسقط لنا الحدود في الصمات. كان اجتماع ما بين المرحوم الحسن الثاني رحمه الله وما بين الرئيس الجزائري انذاك، تحدثوا على تحدثوا، ولكن القانون خص البرلمان المغربي يساند باسم الشعب على الحدود المغربيه الجزائريه. البرلمان عمره ما صادق، الشعب يقول واش داك الاراضي ديالنا ولا ماشي ديالنا. ويوميا المخابرات الجزائريه تيتم الاعتداء على المواطنين ديالنا في شرق المغرب، والحكومه ساكته لا يهمها الامر. اذا حل الامر، قلت تنعقلوا لكم، قلنا غادي نسحبوا وخليكم تشتغلوا. قال لك عاود تعقلوا لنا وحلنا، بقينا نعقلوا تنعقلوا، خرجنا تنعقلوا، ما فهمناش. هذا الناس ديما تتقدموا راسهم ضحيه، واش جاي من مصر وزيد تونس وليبيا، وما يحدث اليوم في سوريا وما يحدث في مالي مخطط دولي اليوم، لان نفس اللغه اللي تيقولها مرسي اليوم في مصر لما تيموت الشباب المعطل ولا مطرودين من المعامل في وقفه احتجاجيه، تيقولها بالفلول وما الى ذلك. نفس الكلام، نفس الكلام عن حزب النهضه اليوم في تونس، الى ناس شي واحد تتم تماما عليه. ايوا هادشي مازال ما بغيت سالا، الشعب باغي السكن اللي مازال يسكن في النواي، الشعب باغي تشغيل لوليداتو، الشعب باغي لوليداتو يقراو في المدارس الحكوميه يلقاو وظيفه فين يقراو، الشعب بغى لما يمشي للمستشفى يلقى الطبيب ويلقى الفرملي ويلقى الدواء باش يتداوى. الشعب المغربي بغى الاستقرار وبغى الامن وبغى المعقول، ما بغاش يجيو يكذبوا عليه جميعا. ولذا الاستقلال لا يؤمن بالكذب، وعنده استقلالية القرار، وهو الذي قرر الانسحاب من هذه الحكومة. اليوم تبعته الأسبوع الماضي لقاء جاء رئيس الحكومة ديال تركيا، ولكن أظن أنه اللقاء ليس بريئا، لأن اللقاء بين حزبين وليس بين دولتين، ولكن المصارف ديالو من جيوب دافع الضرائب، صرفوا عليه الموطولات والمواكل والسيارات والطياير وفلوس المغاربه. ولكن الوزراء الاخرين وخصوصا الاستقلاليين ولا الاحزاب الاخرى، اقسم بالله لا اخبرهم، لا علم له، لا علم له. المقاولات والاتحاد العام للمقاولات المغرب اللي هما اللي تيهمهم الامر، لا علم لهم، ما عندهم برنامج. كونوا واحد اللجنه ديالهم ديال المقاولات ينتمون الى حزب العداله والتنميه، هما اللي جابوهم يتفاوضوا مع الاردوغان وصحابه. ولكن علاش تتبان لنا انه ما كانش حسن النيه؟ ما قلع اردوغان حتى كانت تركيا تتحرك. هذا النموذج اللي بغاو يجيبوا لنا هو اردوغان. المغاربه رفضوا الامبراطوريه العثمانيه تدخل المغرب في الاوج ديالها في الجزائر، عمرهم ما كانوا لنا. ما يمكنش هاد الناس يجيو يبيعوا الاقتصاد المغربي والمغاربه المجموعه ديال الاتراك. لا تندافع عن المقاومه المواطنه، تندافع عن المغاربه، وما يمكنش ندخلوا الاستعمار عن طريق الاقتصاد نهائيا، ولا نقبل ذلك، ولهذا قاطعنا هذه اللقاءات. ما يمكنش الصعوبه الاقتصاديه اليوم، تنقولوا اعطيونا الحل. علاش تقولوا ما عطاونا الحل وما عندهم حل؟ لان في نوفمبر 2012 حنا في البرلمان فريق ديالنا قال هذه الميزانيه اللي جبتوا الاخوان في رئاسه الحكومه راه 3 أشهر و4 أشهر المغرب غيدخل الازمه. قالوا العفاريت، قلنا له سي خويا عمر شكون هاد العفاريت؟ جات الرابطه الاقتصاديه للمغرب ديال الاستقلاليين وبالدراسات موضوعيه
قالوا المغرب غادي يمشي للحيط الا كانت هذه الميزانيه وما كاينش تدابير عاجله. قالوا هادو تيعقلوا لنا. جينا يناير فبراير مارس بعد ما صدروا بلاغ الحكومه ضد الفريق الاستقلال اللي حنا الحزب الاول في البرلمان في مرتين جاو قالوا لنا وصلنا للازمه. قلنا لهم اش راه قلنا في نوفمبر 2012 علاش ما صلحتوش الوضع؟ بداو تيقولوا لنا هادشي ولدنا هادشي كان. اذا ما ولدتيش وما حضرت 20 يوليو 2011 ما ولدتيش الاوراش الكبرى ولدتي غير الازمه تنقولوا لنا ابدا. نعطيناك ميزانيه 5% ديال العدد وصلتيها 7.5% جوج نقاط في السنه عمرها ما كانت في تاريخ المغرب. وانت في انتخابات 25 نوفمبر وعدتي الشعب المغربي ب 7% النمو صبحت هي العجز و 3% العجز صبحت هي النمو. ولما تنقولوا 7% النمو هي تشغيل 210,000 ديال الموظفين والعمال 210,000 في سنه. شحال شغلات هذه الحكومه؟ شغلات 145,000 وخرجوا من المعامل وخرجوا التقاعد 144,000 اذا بقات 1000. تنقول لهم شنو جبتوا لهذه الاضافه لهذا الشعب؟ عندنا البديل. هاكي خصنا نديروا الميزانيه وهاكي خصنا نخططوا. ولكن انت الورد اليوم في الميزانيه الحاليه الورد انسان توفى مع طول العمر. داكشي اللي خليتي الوليدات 30% ولات هاد الحكومة تديك هي 30 عام 70 خصمها على الوليدات. هادشي مرفوض بالنسبة إلينا. إذا حنا لما جينا نعالجو الأزمة قلنا أولا تبسيط المساطير. راه الغابة تيبقاو برخصة ديال بيت الصابون تيبقى مسكين 3 شهور السور طالعة. المغاربة بالصميرة تيجيو على برا تيبقاو عام تيمشيو بحالاتهم بسطول مساطير. مالكم حاسين واحد غيزيد فوقي وتسميوه بناء العشوائي؟ عطيه الرخصه وعاونوا في البنية. كيفاش بناء عشوائي بالنهار وسكن وداز اسبوع وعطيتوه الموضوع تجيو تريبوا له من بعد عام؟ علاش؟ علاش؟ لان دور الدوله غايب. وهذا برنامج اللي قلنا احنا والاخوان تنتحدثوا عليه. ولكن لما شفنا هذا البرنامج اولا ما تنفذش، ثانيا ما لقيناش اراده ديال الاصلاح في المستقبل. هذا علاش سجلنا الانسحاب. لا انت غتقولوا لي وشنو من بعد الانسحاب؟ الانسحاب هو رساله واضحه اليوم لرئيس الحكومه ما تنهضرش مع العداله والتنميه. عداله والتنميه حزب استقلال عنده الفضل باش العداله والتنميه اليوم كاينه. علاش؟ 16 ماي احداث ديال الدار البيضاء 2003 حكومه اجتمعت بكاملها وقررت العزل وقررت كذلك حل حزب العداله والتنميه انطباقا للاحداث 16 ماي 2003 في الدار البيضاء. حزب الاستقلال والامين العام انذاك الحكومه هو الذي عرض وقال لا حزب يجب ان يبقى لان مرجعيته الاسلاميه. ولكن المغاربه كلهم مسلمين، علاش تكفرونا؟ اش درنا لكم؟ المغاربه كلهم مسلمين. درة ماشي درة، كلشي تيصلي، كلشي تيصوم رمضان، والمغاربه الشعب الواحد في العالم، وحتى في العالم الاسلامي، اللي عنده فرائض يتقنها بما فيها صيام شهر رمضان، في المغرب طقوسه وتقاليده، هذا المغاربه كلهم مسلمين، ما يمكنش نزايدوا على بعضياتنا في الدين. وما يمكنش يكونوا تجار الدين واستغلوا الدين. المغاربه بغاو يعيشوا بالكرامه وهذا عنوان هذا اللقاء هو جهاد الكرامه. جهاد الكرامه. كان الكرامه اعطاها الله اعطاها الناس رئيس الحكومه. ولكن رئيس الحكومه مع كامل الاسف في كل الخطابات ديالو اللي تيتهم الانسان بالتمساح والعفريت وجاو عاودها صحابنا العداله والتنميه التركيه. طبعا عليهم السؤال قالوا من المقاولات المغربيه ما شاركت. شنو الجواب ديالك؟
قالوا بالجبل ما تيحش بتقول اراني، يعني احنا غير اراني بالمقاولة ديالنا. هذا جاي من تركيا وتيقول هذا رئيس الحكومة وما جاوبوش رئيس الحكومة دغدغة. هذا هو الخطر، الناس تتغير، الناس تتبدل وفي كل لقاء. وقبل ما نكون امين عام الاستقلال ودرتها في الفيسبوك سي عبد الله بكيرة، قلت له خليك مع الشعب وخلي ولد الشعب عندك ذاك الكرسي حقك، لان الكرسي تيحرق. واللي دخل سوء النيه في هذا البلاد اللي هي زاويه اقسم بالله عمره ما غير ذلك، وغادي يمشي بدلول. غادي يمشى في التصريف، غادي يمشى افقير، غادي يمشى تليدي واخرين اللي تيدخل راه تينزل. ولذا احنا ما عندنا خلاف مع الاحزاب، ولكن رئيس الحكومه خصو يكون الشعب ويولي للشعب. واحد من الشعب المغربي ب 3000 درهم تحت عدد الاجور، قلنا له خصنا نطبقوها راه بدينا، قال لك حتى 2016. اليوم الحد الادنى خصنا فيه 250 درهم في الحساب، لان الزياده اللي كانت في البترول زادت المواد كلها. اليوم المعامل تتغلق، الحكومه لا علم لها. اليوم عندنا الناس النوايا تزادوا والحكومة لا علم لها. وجا وزير السكنة وقال لنا السنة حاصلة سنة رحل 30,000 دوالة، قال فيها مليون المغاربة. حسبوا 30,000 شحال واحد، شحال من شحال واحد 20 ولا 30 حسب هو كل دوالة، يعني الناس تلعب في الأرقام. هذاك وزير الصحة جا قال لنا غنقصوا 1000 دواء، بالله عليك نسيرو للصيدلية وتلقاو شي دواء تنقص. لما شفنا العقدة اللي هنا بينو وبين المقاولة اللي تدير تصنيع الأدوية، لقينا غيزيد فيها 2700 دواء وغينقص 350 دواء. كاع الأدوية ديال الشعب الفقير اللي ديال 20 درهم 100 درهم حتى 200 درهم غيزيد فيهم. واحد الأدوية اللي هي واحد الأمراض خاصة واللي خصها تتعطى بالمجان في اطار الحكومه وفي اطار التغطيه الصحيه اللي خصها تشمل كل المغاربه. هذا هو توجهنا في حزب الاستقلال. اذا حنا في واحد المنعطف خطير، وهذا علاش تنديروا هذه اللقاءات باش نوضحوا للاستقلاليين والاستقلاليات، من اجل ان نتجند جميعا كل واحد فينا في المستوى ديالو باش نغيروا العقليه اليوم ديال التحكم في كل شيء في هذا البلاد. نغيروا العقليه ديال الفكر الواحد، كاين واحد هو الله، ما يمكنش رئيس يكون الحكومه يكون واحد نهائيا. يفتح الحوار، ما كاينش حوار اجتماعي مع النقابات، ما كاينش حوار مع المعارضه، ما كاينش حوار داخل الاغلبيه. كيف بغينا هذه الحكومه تمشي؟ اليوم البنك الدولي راه في المغرب، هاي دوزو عندنا شهر. اليوم داك الاحتياطي اللي خلينا السيد الكرام مع الحكومه السابقه 5 شهور الاحتياطي العمله الصعبه، اليوم ولات 3 شهور واقل، لا تزال. اليوم قال هو القى 600 مليار ديال الديون، اليوم كل شهر تيجيب هو مليار دولار ديال الديون. ايوا وقف الى لقيت 600 مليار اليوم تنسلفوا باش نخلصوا، ولكن رئيس الحكومة شد عليه ديرو ولا يتحدث. ما كاين لا برنامج استعجالي، لا برنامج انقاذي، لا تسريع الوتيرة، لا إدارة إلكترونية، لا عناية بفقراء هذا البلد، ولا بالمستثمرين، ولا بالمقاولات في هذا البلد. إذا شنو بغي في حزب الاستقلال؟ السؤال اللي تطرح عليكم جميعا، واش هذه الحكومة تعطينا مشروع واحد؟ جابتوا لصالح الشعب المغربي ولقاو شي عبد الفتاح ولا شي تيمسح مشروع واحد، ولكن تقول بعد ما المشروع تقول ما خليتوناش نزيدوا في البوطه. في وسط الاجتماع الاعلامي قلت السي بالكير هذه اذا تزادت في البوطه راه والله العظيم راه غتفرقع في الحكومه بالله. كان مشكل الناس تتسمع، بداو تيفكروا، راه دار واحد البلاغ تيكذبوا، قال لك مازال ما نخرجش.
بداو تيفكروا ينقصوا البوطاج جوج كيلو وقلعوا البوطاج. نقول لكم واش مازال تدوز نفس السرعه؟ الله اعلم. تقول الله اعلم الله اعلم. اليوم كانوا تهدروا على البترول ب 117، اليوم راه ب 185 90. كون كانت الحكومه تحترم راسها وحنا معاها الحكومه ديالنا وصل ل 157 ماشي ب 85 راه هي النص وما زدناش درهم ولا جوج درهم. اليوم الحكومه اخلاقيا كتقصر القصر البترول القصر المازوت والقصر البوطان لان الثمن نقص في السوق العالميه. تنهضروا معاها تقول لك لا حنا ما تنشريوش ذاك النوع ديال 85 زعما البترول ديالنا احسن من فرنسا واحسن من المكسيك واحسن من الميريكان. غلط كبير في غلط الشعب المغربي، غلط كبير. جاو بداو تيدرسوا الزياده في فاتوره الكهرباء وجيت للتلفزيون وقلت لا تزاد في الكهرباء حزب استقلال غادي ياخذ القرار وترفضوا الزياده في فاتوره الكهرباء لاننا تسمع يوميا اعتصامات في المدن وفي القرى على ثمن الكهرباء. كيفاش غنزيدوا فيه؟ عاود قلنا دابا حزب استقلال تيعارضنا ما خلاناش نزيدوا والضوء غيبقى يتقطع. علاش تيتقطع الضوء؟ المكتب الوطني للكهرباء اليوم ايه تيسال المواطنين مزيان تيسال 10 درهم 20000 درهم تيسال الدوله 3 مليار ديال الدرهم 300 مليار ديال التيفيا. الحكومه مازال ما رداتها للمكتب الوطني للكهرباء والشعب يعطي الثمن. حنا النبوء للحكومه هذا هو هذه هي ثقه الشعب المغربي. هذا على الشعب نظر اللي صوت عليكم. ايوا قلت لا لا قلنا ما كاين مشكل. ايوا فينا هو الخوض هذا؟ فينا؟ قلنا سيدي الميزان يمشي مع الرب ما عندناش مشكل. ماشي مشكل بالنسبه لي التجربه خصها ترجع لان انا منتج ولكن ماشي على حسابنا احنا. ماشي ادي ثمن المعطل والفقير والفلاح. اليوم كان خصهم يديروا الضريبه على الفلاح. تنقولوا فرقوا ما بين الشركات وما بين الفلاحه. اليوم مساعده الفلاح اليوم هي اللي تتنمي الفلاحه والعالم القروي باش ما تكونش الهجره بين المدن. وهذا الفلاح ولده مسكين قبض الشهاده تنضربوا باب البرلمان تزيد عليه الضريبه تزيد عليه الضوء كيفاش غادي يعيش هذا الفلاح؟ وعقليتنا هي عقليه فلاحيه. كاين اللي ما عنده ما يحرف ولا تطيح الشتا تقول الحمد لله تتبرر لكم الشتا. واليوم الفلاحه اللي حاضرين معنا تنهنيهم لان بعد الموسم الفلاحي هاد السنه كان نموذج. هذا هو الامتياز اللي عندنا هاد السنه هو قصه الله قدره الله قدره الله. ولهذا تقول بهاد الطريقه واش دارسينها مزيان؟ اللي تيغرس الزيتون عاد تيغرسها، اللي تيدير الكوتاكوت المدعم عاد تيديرها، واللي تيبني عاد تيبني. خليو الوقت والناس قد خلقوا الضريبه مع العلم ان شركات كبرى ومؤسسات كبرى لا تؤدي الضرائب. 40% حتى 50% اليوم في التحصيل الضريبي ما كاينش باش ما يشغلوش الفطور العليا. واش عارفين شحال كاين محصلين الضرائب في المغرب؟ 256 المغرب كله. وساعة ساعة المراجعة هذوك اللي مسجلين تيخلص ضريبته وتجيه المراجعة. وقلنا له ديروا واحد لامنيستي فيسكال مع هاد الناس واحد المصالحة كما درناها مع سنوات الرصد نديروا مصالحة مع الاقتصاد ونقادوا نديروا لا ترقى ذراع. لأن كاين اللي مشغل 100 كاين اللي مشغل 200 كاين اللي مشغل 300 عاونوا اللي تيشغل وعاونوا المشغل وديروا الامور في الوسط. الناس ما تصنطاش ما باغيينش يهضروا. اليوم حنا ما طالبين لهم والو باش ما يكذبوش عليكم يقولوا حزب استقلال يخرج ناس ويدخل ناس. ابدا القرار ديال الانسحاب قائم وسيظل قائم الا اذا كان تعديل في البرنامج اولا. البرنامج ما يمكنش نبقاو في حكومة تقطع حكومة زيادة في الضرائب. ما يمكنش نبقاو في حكومة ب 30 وزير. ما هو ينقصوا
مصارف ادفاء من الوزاره. بارك علينا على الرئيس اللي مش شنو. الصين عندها 11. الصين الشعبيه جزء من الايام عندها 11. 11 وزير. وسبعه في القيادات السياسيه الصين كلها. بركه طوموبيلات، دواوين، مصاريف. قالوا لنا ما غيركبوش الطوموبيلات. غيمشيو غير في التران وكريرسات. اليوم تيدوزو ب 280 في الساعه في الاردن. بالمرسيدسات ديال الدوله. اليوم الاجتماعات ديالنا كلها وحنا احزاب خصنا الاحزاب ديالنا في الفيلا هاي الاميرات ديال الدوله، الماء ديال الدوله والضو ديال الدوله والمرأة ديال الدوله والحلوى والعسل سلامتكم غير البلديه والسبته البلديه وخوتنا اصحاح وغلاط وزيان وسولوا الوحيه. شكون اللي حكم هذا الشيء؟ شكون اللي حكم هذا الشيء؟ الشعب المغربي والشعب اللي يعرف هذا الشيء يا خويا. الشعب ما عندوش شي واحد. والشعب عن طريق سندات الاقتراع والديمقراطيه هو اللي غادي يقول لك رحاله، ماشي الملك اللي تيقول رحاله. في اجتماع اخر السي عبد الاله الكبير رئيس التحالف تيقول لي شخصيا اسيدي هذا الشيء صافي ما باغيش الزياده في الاسعار ما بغيتش هذا الشيء ما خليتوناش نصلحوا. تقول واش تصلحوا الزياده في الاسعار؟ وغيقول للشعب المغربي في التلفزيون اجي لعندو قول له شنو هو الاصلاح اللي عقلنا؟ قال لي سحبوا الوزاره ديالكم وديروا ملتفت الرقابه. وثانيا انا الملك اللي عيني سيروا للملك. لما قررنا الانسحاب ومشينا للفصل 42 اللي هو ديال رئيس الدوله لما تكون خلاف داخل مؤسسه دستوريه قالوا علاش مشاو عند الملك ومشاو عند رئيس الحكومه. يعني الناس ما عندناش الحل زعما ويسجلوها عليك اجتماع رسمي دينا بيناتنا تتحاسبوا طبيعي. جيت انا قلت واحد الجمله حشمت نقول الشخص قلت اودي راه بيناتنا هنا الاغلبيه تتهضروا حنا تنجاوبوكم وتنردوا عليكم. هنا راه جالس معانا وزير محترم وقيادي راه قال بالحرف في اجتماع الاغلبيه الوزراء السابقين كانوا تيخدموا غير مصالحهم الشخصيه والوزراء الحالي المصلحه العامه. دار وفي قال لي ابدا شكون هذا اللي هنا قولوا لي. انا زعما تفرق شويه د الحياه. قلت له صافي اللي راه عارف راسو حنا لا 8 ماشي 100. قال لي لا قول لي اقسم بالله الا انت غادي تسجل في الفيديو. وفي الفيديو كيف هاد الناس غادي تسيروا حكومه فهمونا؟ ما عادش نقول لكم فهمتوني ولا لا، تنقول فهمونا. كيفاش غنسيروا الدوله حنا اليوم؟ في هذا الحراك، في المشاكل في منطقه الاورو، بطاله اللي تزداد، الازمه في السكن، ازمه في الاقتصاد، واش غنسيروها بهذه العقليه؟ ولهذا حنا قررنا باش نوجهوا رساله للشعب، خصو ينوض الشارع، وينوض يتعاون لانقاذ الوضع. لأن الناس تخاف، تخاف الناس تخاف 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 في كل معنى الكلمة. كانوا تيعتبروا أن كاينين غيرهم في البلاد، ما كاينش غيرهم. ولهذا خصنا نكونوا عايقين، فايقين، مستعدين للمستقبل عن طريق المشاركة، عن طريق الآن التصالح فيما بين الإخوة والأخوات المناضلات. واللي غضبان سيروا لعنده وصالحوا. واللي طارد واللي عنده مشكل يحلوا له مشاكله ونوضوا نشتغلوا في الدوائر ديالنا واستعدوا لان المستقبل راه ماشي طبيعي. المستقبل خصنا نربحوا المعركه هذا هو الهدف ديالنا. نكونوا متاكدين الاخوات الاستقلاليات الاخوه الاستقلاليين على ان القياده الجديده اقسم بالله واحد ما بغي يكون وزير. كون بغينا نكونوا وزراء ما نمشيوش للانسحاب. لان لما تجي تقرر تدخل الحكومه كاين اللي باغي وزير، كاين اللي باغي ديوان، كاين اللي باغي ترقه، كاين اللي باغي صفه، كل واحد شنو باغي. ولكن لما تجي تناقش الانسحاب تتشوف عضو في الديوان تيقول انسحاب، وزير تيقول انسحاب، وعضو قيادي تيقول انسحاب، معناها ان نحن في صفه صباح حيف
ديال المصلحه العامه وليس المصلحه الشخصيه. هذا هو تبعتوا الكارثه اللي كانوا ولادنا متبوعين بها، تبعتوا الكوارث وتبعتوا الحكم في المحكمه الاستئناف، ما عمري هضر حتى زاد الحكم. مول اللي دار الفيلم كله وخلق هذا وما تحاسبناش معاه، كنا نشعلوا التريبه، هو الاخ الضف ديال الوزير الازلي اللي هو وزير الميزانيه. خوه هو ابو المشكل ديال فاس، خوه الازلي. راك ديك الساعه حنا كلنا تنعرفوا الازلي في العداله، كان مخبع داخل وزاره الماليه باش تيشوصوا مع الاحزاب والقيادات السياسيه باش يبقاو بوحدهم يديروا بابهم في هذا الشعب. ولكن الشعب المغربي واعي، تنقولها له دائما، الا بغيتوا تعرفوا الشعب المغربي خصكم تقربوا منه وتناقشوه وتحاوروه، لانه شعب ذكي. ولهذا احنا بالنسبه لنا الحمد لله بهذا الشيء الايمان ديالنا تيزاد، لان قناعتنا هي خدمه الشعب المغربي، قناعتنا هي ان نقويو الحزب ديالنا، وهذا من حقنا لاننا حزب وطني. احنا علاقتنا بالمؤسسه الفلكيه ماشي فيهم. 1934 مطالب الشعب المغربي اللي قدمها عندنا الفاسي ومجموعه المناضلين شباب باتفاق مع محمد الخامس رحمه الله جميعا 1934. اذا حزب الاستقلال كان دائما وطنيا وعمره ما دع بلاده، وغادي نبقاو ندافعوا على الوطن وعلى المواطنين، الاراضي المغربيه المغتصبه، الدفاع عن حقوق الشعب المغربي. هذه هي قياده حزب الاستقلال الجديده. اذا الاخوات والاخوه، نتمنى اننا نخرجوا اليوم رجل واحد، امراه واحده، ولكن ماشي في الحكومه. الحكومه المقبله خصو يكون فيها على الاقل خمسه ديال النساء، ما يمكنش تكون امراه واحده. مرة واحدة بالنسبة لنا في الدين غير الزواج، ماشي الحكم. الزواج حيث فلا تعديلوا فهو واحد، ولكن الحكومة ما يمكنش تبقاو قابلين امرأة واحدة في الحكومة. لا هو عنده ثلاثة ساهلة أربعة، هذاك الشيء هذا تنعرفوا هذا الشيء. ولهذا حنا بالنسبة إلينا لابد إن شاء الله أن يكون المستقبل ديالنا، علاش؟ لأننا واضحين. ما تنقلبوش على المناصب. أول مذكرة اللي قدمنا في 3 يناير من هذه السنة، اجتمعوا قرروا ثلاثة الأمناء العامون في الحكومة، خصنا ندخلوا الباب العام في هذا السبب. مشيت لعندهم الاجتماع، قلت لهم هذا موضوع تساوى. أمين العام في الاستقلال، أمين العام في الاستقلال، عمره ما غيدخل معاكم في هذه الحكومة. أنتم احشموا خرجوا لعند الشعب وأطروا الشعب وخدموا الأحزاب ديالكم. لأننا حنا جينا المصلحة العامة، ما جيناش نحسوا المصلحة الخاصة. كون بغينا نكونوا وزراء كون بقينا تنسقوا مع الإخوان في العدالة والتنفيذ. كون بغينا نربحوا الانتخابات كون بقينا مع الإخوان تنسقوا العدالة والتنفيذ. ولكن بغينا نبنيوا هذا المغرب للأجيال المقبلة، لوليداتنا والحفدة ديالنا، بحال اللي بناو الآباء ديالنا وجدودنا هذه البلاد اللي تنعيشوا فيها حنا باستقرار. حنا اللي ضحينا باش يكون هذا المغرب فيه الديمقراطيه، حنا توبعنا، حنا تحكمنا، حنا تعذبنا داخل النقابه وخارج النقابه. حزب الاستقرار قدم الشهداء والمناضلين الاوفياء لهذا الوطن، ولكن ماشي من اجل الكريمه او من اجل الحكومه، من اجل خدمه هذا الشعب اينما كنا. والشعب المغربي غيستافد مع حزب الاستقلال وهو في المعارضه. سنكون في الشارع إلى جانب المعطلين وإلى جانب الفقراء وإلى جانب المظلومين، لأننا نعتبر أنفسنا محامون لهؤلاء الشارع هذا البلاد، وسنظل كذلك، لأننا شعارنا داخل الحزب نشيدنا واضح، لا نرهب، لا نرهب كيد الأعادي. قوي الحمد لله بإيمان، وعارفين شعري أنه اللي تيقتل هو الله واللي تيحيي هو الله. عارفين اننا مسيرين ولسنا مخيرين. الله اللي تيقول لكم فيض،
كنا متأكدين على أن قيادتكم غادية في اتجاه الصح. غيكذبوا عليكم ويقولوا غيعيطوا لهم، قالوا لهم غيضغطوا عليهم، راه غيدخلوا ما غيرجعوا ما غيرجعوا. وهذا في هذا الضغط ولا رجوع. القرار ديال حزب الاستقلال ديالكم، لما تقولوا لنا انتم رجعوا غادي نرجعوا، لما تقولوا لنا باسكم معارضه غنبقاو في المعارضه. الناس مازال عايشه الماضي، لان ما مطلوب كافكم باش تتحرروا. مازال عندهم العبوديه ديال ما قبل ظهور الاسلام، تيجي يبقى يكتب شي جريده وتبقى يقولوا هذو لا بالداقيتين، باغي تيسيتو تيديرو السينما تيديرو المسرح. حنا ما تنديرو لا سينما لا مسرح، تنديرو العمل السياسي النظيف النقي. هذا حنا الشعب صوت علينا باش نكونو في هاد المناصب، ماشي حنا صوتنا على راسنا. ما جيناش لاننا ننتمي الى عائله فلانيه، جينا لاننا ننتمي الى الشعب، الى كل شرائح الشعب المغربي. هذا باش نتمنى ما جابناش المخزن باش يتحكم فينا المخزن بكل وضوح، جينا عن طريق الكفاح والنضال والعدم الاليم اللي تعذبنا. هذا باش نوصلنا لهاد المناصب. ولهذا تنقول للاخوان ما عندناش نقول علاش نديروا هذا الشيء. الاخص واحد ثلاثه باش تنتبه ثلاثه، باش يجي الوقت اللي تيبداو يديروا شي تحليل كانهم فقهاء في كل شيء. ما عمرهم داروا السياسه، داروا الابتزاز السياسي، ابتزاز السياسي. لأن الناس كانت تتساوى حزب الاستقلال عمرو ما تساوى اليوم، ولكن تساوى اليوم وخداو الثمن ديال هذا الشيء. حنا لا نساوى، حنا مستقبلنا إلا بغينا نديرو السياسة نصبحو حنا في حزب العدالة، ولكن راه القيادة شيء والقواعد شيء، كلو فاهم. راه ماشي النية كلشي صالح، احترامي للمنخرطين وهذا الله يعاونهم وغادي يكتشفوا ذاك الشيء ويتبعوا المستقبل اش غادي يكون. ولكن حنا الوطنيه ديالنا والغيره ديالنا هي مع الشعب المغربي. كل جلسه في الكيران قلنا غنزيدوا في الاجور، غنهزوا يدينا باربعه، عندنا جوج غنزيدوا جوج. جا قلنا نقصوا من الاسعار، وحتى نهزوا يدينا ونهزوه على كتافنا. يقولنا غنرحب اصحاب النوايل وغنعاونوهم، نهزوه على كتافنا. يقولنا كاين 33,000 دار ديال ديار المدينة ديال الموظفين، غادي نعطيوهم لهم لأنهم 150 عام و40 عام ساكنين فيها، نقولوا له حنا معاك. ولكن قلنا زيادة في الأسعار تنقولوا له خط أحمر. قلنا ما نوظفوش المعطلين تنقولوا له خط أحمر. وجبنا له بدائل. اليوم كلكم تتشكاو من الأمن. علاش؟ اللي تيخرج تفاعل ما تيتعوضش. الحكومة ما باش تعطيهم لهم المناصب لرجال الأمن. وتيجي يفتحوا البرلمانيين ديالهم يضربوا في الامن، لان ما كاينش وظائف، تنوظفوش الناس. عندنا اليوم 75,000 رجل امن، وخصنا نحييهم لان تيخدموا بالليل والنهار. بالليل والنهار كاين دول ديال 8 مليون، عندنا 150,000. هذا الاحصاء، حنا عندنا 75,000 نص. ووظفوا رجال الامن، بالكم باش يديروا الامن المواطن. يعني الناس ما باغياش تحل المشاكل، الناس باغيه تعقد المشاكل، باغيه تعيشنا سوريا لا قدر الله، باغيه تعيشنا لبنان، باغيه تعيشنا ليبيا، باغيه تعيشنا تونس. الشعب المغربي رافض، لان الشعب المسالم وشعب ملكي ومالكي، هذا هو الشعب المغربي. مايمكنش اسمو البلاد باش يكذبوا عليها. لأن هادشي ما يمكنش شي واحد عقله يدير نهائيا، ما يمكنش شي واحد عقله يجي يقول لي سيس الأسعار دابا والأساس، ما يمكنش. ولهذا حنا لي الطلب ديالنا منكم، واشتغل تخاور دوائر في المناسبات، نبغيو بعضياتنا، نحميو ظهر بعضياتنا، نتجلدو من أجل إنقاذ الوطن. إنقاذ الوطن مسؤوليتنا جميعا. حنا كقيادة نعدكم بأن قرارنا هو قرار سيادي ديال حزب الاستقلال، وسيظل قائما. عندنا شروط تنضم تنعتقد راها ما تقبلش، لأن شروط لفائدة الشعب المغربي. إلا ما تقبلاش هاد الشروط غنفذوها معكم في كل المدن وفي
في كل جهاز. اللهم احفظكم بالله تعالى في قوله تعالى: لِيَعْلَمِ الله في قلوبكم